هلا بالشباب، كيف الحال؟ شكلكم طيبين. وهذا اللي تربينا عليه، وهذا اللي علمنا اياه المغفور له الشيخ زايد وقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة والشيخ محمد بن راشد. أن دائما حبيت اليوم أني أطلبكم وأشوفكم وأشكركم على العمل اللي قمتوا به، العمل الإنساني هذا. وهذا ما بغريب على دولة الإمارات وعلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على دولة الإمارات. هذا العمل اللي قمتوا به عمل إنساني وتجزون عليه، ونثبت للعالم أن الشرطة دائما في خدمة الشعب وفي خدمة المقيمين على هذه الدولة. ونحن نتشرف أنكم أنتم عندنا في شرطة عجمان. ونحن كمان مسؤولين.